الملك عبد العزيز والرجال اللي عملوا معاه في كل انحاء المملكه. لما اسسوا الدوله ما كان في نفط، اسسوها بدون نفط، واداروا هالدوله بدون نفط، وعاشوا في هالدوله بدون نفط، وتحدوا الاستعمار البريطاني، ولم تدخل بريطانيا ولا شبر من السعوديه بدون نفط برجال. ونعرف انه احنا هدف رئيسي للنظام الايراني، الوصول لقبله المسلمين هدف رئيسي للنظام الايراني، لن ننتظر حتى تصبح المعركه في السعوديه، بل سوف نعمل لكي تكون معركة لديهم في إيران وليس في السعودية. معقول أنك أنت قبلة المسلمين وأهم بلد إسلامي وما عندك متحف إسلامي في المملكة العربية السعودية، هل هذا يعقل؟ احنا اليوم نحاول نخرج بأكبر قدر من المكاسب لمصالح السعودية أو لمصالح الشعب السوري أو دول المنطقة. احنا صار عندنا حالة إدمان نفطية في المملكة العربية السعودية من قبل الجميع. هذه خطيرة، وهذه اللي عطلت تنمية قطاعات. نستطيع أن نشتت الحوثي وصالح في أيام قليلة، نستطيع أن نحشد القوات البرية السعودية فقط لوحدها، وفي فقط في أيام قليلة نشتت كل المناطق أو 15% الباقية تحت سيطرة الحوثي وعلي عبد الله صالح، لكن هذا يكون نتيجته ضحايا في قواتنا بالألاف. بنفتح عزاء في كل مدينة سعودية، بيكون النتيجة الثانية ضحايا مدنية يمنية بشكل عالي جدا وخسائر كبيرة. الوقت من صالحنا. دستورنا هو القرآن، كان والآن سوف يستمر للأبد، ونظام أساسي الحكم ينص على ذلك بشكل واضح للغاية.